ومحطتنا تالية رح نترافق فيها بعلوم الطاقة وخاصة الطاقات يلي بنجذبها حوالينا. شو هي الطاقة يلي حوالينا يلي بتكون موجودة بالمكان؟ وخاصة رح نحكي عن مفهوم الشكر والامتنان وأهميته وانعكاساته الإيجابية من رضا وتصالح مع الذات، لحتى نحكي عن هذا الموضوع أكثر ونستفسر وكيفية يكون عندنا طاقة الشكر والامتنان امتنان عالية. رح نحكي أكثر مع سيدة فاديا السلطي، ماجستير في علوم الطاقة. صباح الخير، صباح يسعد الخير، صباحك. صباحكم. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيكي. بالبداية مثل ما حكيت لي، طاقة الامتنان والشكر، خلينا نبلش فيها بالبداية، نعرفها بشكل أكبر وكيف بنقدر نتعامل معها أو تكون عامل أساسي بحياتنا. هلا طاقة الامتنان، طاقة الشكر معروفة كمصطلحات انه نشكر ونقدر الاشياء اللي حوالينا. يلي بالطاقة بدنا نفهمه انه ما في شيء الا هو ترددات، يعني الكون ما بيفهم الا ترددات، ما بيفهم الاشخاص كاجساد، بيفهم كانارة كتردد. تردد الامتنان بيكون تردده عالي، يعني النورانية عالية فيه. فنحن كل ما كان عندنا شكر وامتنان التردد بيكون أوضح للكون وأنقى. الشكر والامتنان ما هو بس كلمات، يعني في منهم بيقروا إنه طاقة الامتنان بيكتبوا امتناناتهم أو بيرددوا الامتنان أو بيقولوا نحن شاكرين حامدين. هي الكون ما بيفهم ككلمات، ما بيفهم أصوات، ما بيفهم مثلنا نحن كسمع، بيفهم تردد. فالتردد الامتنان بده يكون داخلي فعلا بمشاعر. ما بتصير طاقة الامتنان إلا بتقدير الأشياء، يعني تقدير الأشخاص، تقدير الذات، تقدير الأشياء وكل موجود. كل ما زاد نحن امتناننا وشكرنا الداخلي، يعني التقدير الداخلي، فنحن من قوي ترددنا. حتى الجسم له مراكز طاقية داخلية، هالمراكز ما بتقوى وما بتكون فعالة ومفعلة ونظيفة إلا بالاحترام والتقدير. يعني أي شيء نحن بنعطيه احترام تقدير فنحن بنكون عم نعطيه شكر. يعني ما كافي نحن نشكر الذات أو نشكر الآخرين بكلمات شكرا، لا، هو فعلا بده يكون في تقدير احترام لكل شيء موجود، لكل الكائنات، حتى للنباتات للحيوانات. يعني الشكر كامل بيكون بتقدير كل شيء حوالين. تمام فادية، خلينا نحكي كيف نحن فينا نبلش ندرب حالنا انه نحن نشكر ذاتنا، انه نحن ما نجلدها. يعني بالظروف الصعبه اللي عم تمرق فينا دائما نحن بنجلد حالنا، من ان هيك قبل ما ننام كثير بنقعد بنحكي 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 شغلات سلبيه، هي ما لازم نحكي حتى بس نفيق الصبح. كيف فينا ننبه حالنا انه نحن لا، الحياة حلوة، لازم نحن نشكر حالنا انه عملنا هيك، منيح ما صار معنا هيك. يعني في كتير اقاويل بتحكيها بينك وبين حالك هي مهمة. صحيح. كيف فينا ندرب حالنا انه نصير نحن هيك؟ هلا بدنا نفهم شغلة، لوم الذات او لوم اي شيء او لوم اشخاص، لوم الظروف، هي تردد هابط. نحن قلنا كل شيء ترددات، الكون بيفهم ترددات، الكون امين، يعني بيعطينا حسب ترددنا. فاذا كانت اللوم للوم الذات او لوم الاخرين او حتى لوم الظروف، لوم البلد، لوم اي شيء حوالينا، بنكون نحن وقعنا بتردد هابط، فهذا الشيء حيجذب لنا نفس التردد امور سلبيه. في حال نحن طلعنا عن لوم الذات، يعني فهمنا انه عدم لوم الذات ولوم الاخرين او لوم اي شيء حوالينا، ترددنا رح يعلى. بدنا نفهم شغله، الامتنان هو عكسه الشكوى. طول ما في انا عم بشعر بالشكوى، عم بشعر باللوم، عم بشعر بالفقدان، فانا اكيد مو بتردد الامتنان. يعني وقت بنشعر نحن يعني اللوم الذاتي بيجي هو مثل تأنيب ضمير عن تركيز على افعال سلبيه قمنا فيها. الفعل السلبي بدنا نفهمه دائما له دافع ايجابي، يعني نكون نحن عم نعطي مبررات. طبعا مو مبررات لنعمل اخطاء ونكون مو ماشيين الصواب،
فنحن منعدل من سلوكنا، إذا تصرفنا تصرف سلبي كان موجود بدماغنا منعدله بتصرف إيجابي، يعني منستبدل إنه الحادثة القادمة أو التجربة القادمة حتكون ردة فعلنا إيجابية أكثر. مراجعة الذات بتكون خفيفة دون اللوم، يعني نحن بدنا نتعامل مع نفسنا كأطفال. هذا الطفل ما بيتعلم، ما بخلي، مو بعاقبه، مو بضلني يعني قانون العقوبه. في كثير اشخاص بحياتنا او موجودين هن طاقتهم سلبيه او هن من الاشخاص اللي بضل يشتكوا، يعني شو ما صار معهم لو في شيء ايجابي بضل يشتكوا، بضل معجبهم مثل ما عم نحكي، وبضل ينقوا على حالهم ولا على عائلتهم او على اصدقائهم. هدول الاشخاص كيف حتصير عندهم طاقه شكر وامتنان، وكيف حتتحول طاقتهم السلبيه الى طاقه ايجابيه برايك؟ هلا لمجرد هن ماشيين بالشكوى فهن قاعدوا بدائره الارتياح لهم، انه هن بمتعه بهي الشكوى. اي شيء في تذمر عنا نحن بدنا نعرف نحن بطاقة تردد هابط، عم ناثر على نفسنا وعم ناثر على المحيطين لنا. التقدير الاشياء يعني يوميا مثل ما قلتي وقت في الصبح اول شيء نعطي حب لنفسنا، لمجرد نحن بلشنا نحب ذاتنا، نحب يلي حوالينا، رح يخف هذا اللوم، حتخف التذمر، الشكوى، النق يعني المستمر حيتوقف بس بشكل تدريجي، يعني مو بين يوم وليله. بده كتير الشخص يتعب على حاله بشكل يومي، أول شيء يعطي الحب يعني الفترة الصباحية لنفسه، يعطي الحب لأفراد عائلته. نحن من في الصبح منفكر إنه نضم نفسنا، يعني يكون الضم للذات، نحترم هالجسد، نحترم هالروح الموجودة فينا، نحترم الطفل الداخلي الموجود فينا، كمان نحترم العائلة. يعني كتير حلو كل يوم الصبح نقوم منعاني كل شيء بالعائلة عنا، أطفالنا أو أمهاتنا أو آبائنا، هذا الشيء بيزود مشاعر الحب، بيزود مشاعر الاحترام والتقدير، وبيشعر الإنسان بشكل تدريجي بالامتنان. ما في الكون وفير، فيه وفرة هائلة، يعني مستحيل ما يمر على الشخص يوم ما يكون في شيء حلو. تمام. نحن هذا بنركز على الشيء الحلو، ممكن نسجل تسجيل إنه أنا شعرت بهذا اليوم بشيء ممتع، بشيء خلاني أشعر بالسعادة والفرح. نحن مخلوقين لنكون ناس سعداء، نعيش بالوفرة الكاملة، بالخيرات الكاملة. التركيز على شغلة واحدة كل يوم حتزداد أكثر وأكثر، وفعلا حيصير جذب للأمور الإيجابية بحياتنا بشكل أكبر. طيب خلينا نحكي، إذا نحن مو مرتاحين بأي مكان، نحن أوريدي ما حنكون مرتاحين مع حالنا، مع أفكارنا، مع مخنا، فقديش مهم إنه نحن إذا ما مرتاحين بركن محدد من البيت فينا نحن نطلع لطبيعة، فينا نروح لوين نلجأ نحن لوين لحتى نرتاح؟ الشعور بالقلق وعدم الارتياح هو تردد هابط، ونحن بدنا نعلي طاقتنا. فعلا هو الطبيعة أكثر شيء اللي بتخلينا نعلي طاقتنا، التواصل مع عناصر الطبيعة. الطبيعة بتخلي تردد عالي، بتخلي طاقتنا أقوى، بتنظف المسارات ومراكز الطاقة بالجسم، فبيحس الواحد فعلا بارتياح مع الطبيعة، مع الشجر، مع الأرض. ممكن يعمل ممارسات كتير حلوة بالطبيعة مثل يمشي حافي، يضم شجرة، يعني يتواصل مع العشب أكثر، ياخد إذا في شمس ياخد أشعة الشمس، يشبع من هالأشعة الحلوة. المي كتير مفيدة مثل شرب المي باستمرار. في أمور كتير، كل ما نحن تواصلنا مع الطبيعة فنحن طاقتنا بتقوى، تردداتنا بتعلى أكثر. خلينا نحكي عن الطاقة السلبية الموجودة بالبيوت. كثير من الأشخاص مثلا بيروحوا على بيت بيقول لك أنا فتت على هذا البيت بس ما ارتحت، يعني حسيت فيه طاقة سلبية كثير كبيرة، أنا مالي مرتاحة بهذا البيت. بنفس الوقت في بيوت فيها طاقة إيجابية، بتفوتي بترتاحي بتنبسطي بتحسي حالك كأنه ببيتك. خلينا نحكي عن البيت، طاقة المكان بالبيت السلبي، كيف ممكن نتخلص منها؟ حتى الأشخاص اللي عايشين بهذا البيت بيحسوا مثلا بتوتر، بيحسوا عندهم صار فقر بالبيت وكثير من الأشياء تانية. كيف ممكن احنا نتخلص منها ونعيش بطاقة إيجابية وسليمة وبيئة صحية سليمة؟ طاقة البيت وقت بتكون سلبية بتكون لأسباب كتير، مثل مثلا الصراخ بالبيت، المشاكل المستمرة بين الزوجين، أو حتى
بين العائلة كلها، هي طاقات عم تتجسد بقلب البيت وعم تعمل طاقة سلبية كتير. كمان المشاعر، يعني اللي بيكون قاعد بغرفة أو بمكان نفسه عم يفكر بمشاعر سلبية بيكون خلى هالمشاعر محطوطة بالمكان اللي قاعد فيه، يعني الأثر. فمين ما بده يقعد بنفس المكان حيشعر بنفس الأثر وعم بيشعر بنفس المشاعر. فأي شخص بيفوت على الغرفة فيها كتير مشاكل أو في صارت فيها كتير مشاكل أو فيها أجهزة كهربائية حتكون طاقتها سلبية. بتكون أحيانا عدم التهوية، الشمس ما بتوصلها، التهوية غير جيدة، التدخين بالغرفة، كله هدلوني بيهبطوا طاقة الغرفة بيخلوا طاقتها سلبية. ففعلا بيفوت الشخص بيقول حسيت بتقل عند قلبي أو مزاجي أو أنا مالي مرتاح، أو يمكن يكون في فوضى بالبيت ما في ترتيب. الفوضى، الكراكيب بتأثر على مسارات البيت، كل شيء بالكون هو مسارات. فالكراكيب الأغراض المكدسة بتخلي مسارات البيت مغلقة، لمجرد نحن كثرة الكراكيب عنا هي إشارة لنا على الفوضى الداخلية حتى عدم الشعور بالأمان. الكراكيب بغرفنا أو بالبيت هي نحن بنفكر حالنا عم تعطينا أمان معين إنه في موجودات كتير. نحن كل ما تخلينا عم نفتح شغلات كتير، مساحة بنفسنا وحتى بالمكان. فليتنظف طاقة المكان بده يكون فعلا منظم، نظافة. بس كمان بدي أسألك على الشمعة، بيقولوا جيبي شمعة وحطيها بالبيت انه بتنشر هي الطاقة الإيجابية، هل هذا الشيء صح ولا صحيح؟ لا؟ صحيح، الشمعة هي بتزيد الطاقة الإيجابية أكثر وأكثر. يعني ممكن نحط شمعة بيضة وعنية، أهم شيء نية إنه تطهير المكان. ممكن نجيب شمعة لون زهر نشالها على نية نشر الحب. في الشمع اللي بفضله كتير خاصة وقت بتكون في طاقة عدم هدوء، اللون الأزرق الفاتح، تمام، نشعله على نية الهدوء المكان. بمجرد هدي المكان أثر على الأشخاص الموجودين بقلب المكان. طبعا الشمع، الزيوت، حتى التبخير بالأعشاب مثل الميرامية، لبان الذكر، مثل الغار، ورق الغار، هاد بيطهر طاقة الغرفة. كمان ملح الصخري بيكون مفيد للإنسان وللبيوت. يعني الاستحمام دائم بملح الصخري على الأقل شيء مرتين بالأسبوع بيخلي طاقتنا منيحة. كمان بالزوايا ممكن نحط ملح بالزوايا البيت بيطهر المكان. تمام. حتى إذا شعر واحد كتير طاقات سلبية ممكن على الكنب يمسحه وبعدين بينطفوا مي عادية مشان ما يحور، بيعطي طاقات إيجابية. اللبس، حتى إذا واحد كان بيلبس لباس، دائما بيقول بحس بنحس كل ما بلبس هذا الكنزة أو الفستان، كمان ممكن ينقعه بمي وملح بجدد طاقة. بجدد هذا الشيء، يعني في كتير تفاصيل بنحكي فيها وخاصة عن طاقة، لأن كتير بحاجة إنه طاقتنا اليوم تكون أحلى ونتحسن، وخاصة طاقة الشكر والامتنان لحالنا قبل غيرنا وكيف نحب صحيح. حالنا. ناطرينك بحلقات جاية. أنا كتير بدي أتشكرك بس لأنه داهمنا الوقت وصار الوقت لنروح على غرفة الأخبار. شكرا كتير لك.